ابراهيم فايق بيقول لنا على اسم اللعبه او اللمسه او الاسيست اللي اتعمل من السوليه لمحمد شريف اللي احرز منه هدف في مرمى نادي الزمالك. ورضا عبد العال فتح النار وفتح على الرابع على لاعبي نادي الزمالك وقال ان هم بيفوزوا بالعنايه الالهيه وبالحظ، وان طارق حامد ده لاعب فالصو ولاعب الزمالك بلح مفيش غير مصطفى محمد. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اسم الحركه او المهاره اللي قال عليها ابراهيم فايق ومين اول حد عملها والمهاره دي اسمها ايه. وعلى فكره الكوره مش بالكعب زي ما قال مدحت شلبي المخرف، لان الكوره دي مش بالكعب، الكوره دي مش بالكعب، والمهاره دي ليها اسم والاسم ده نادر ومحدش يعرفه. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اسم المهاره دي ايه، وكمان بعد ما هنرجع هنطلع وهنسمع ونشوف رضا عبد العال قال ايه، ولكن هناخد الجزئيه الاولى بتاعه المهاره اللي عملها اسيست وكان هدف رائع للنادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو، بس ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اسم المهاره ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. الجزء الثاني اللي عايز اتكلم فيه يخص مجموعه من لاعبي النادي الاهلي المميزين، وهخص بالذكر في البدايه عمرو السوليه. تقف كده قدام الاسيست اللي عمله عمرو السوليه في الجول اللي جابه محمد شريف، فلازم تسرح شويه، لازم تقعد تفكر هو دي جابها منين؟ جابها من اي كتاب يعني في كره القدم بتقول انه في ماتش القمه قدام الزمالك جوه منطقه ال 18 تعمل الاسيست اللي هو بالمناسبه هوش بالكعب، الكره دي مش بالكعب يا جماعه، وهشرح لكم القصه بتاعتها بالشكل ده بالمهاره وبالتكنيك العالي وبالتوقيت والتايمنج المميز اللي بيروح فيه محمد الشريف ويقطع ويسجل هدف النادي الاهلي. لقد كان لقطه مبدعه وبديعه في اخراجها في كل شيء. تجيبوها لنا كده نفرج الناس على التابلو. بص التابلو، بص التابلو، جابها من اي كتاب دي في الكوره؟ حد يشرح لي في ماتش زي ده بالصعوبه دي بالشكل ده وتروح للراجل اللي ما بيرحمش ده اللي اسمه محمد شريف؟ ده ما يقعدش، ده ما يقعدش في الماتشات ده. عمرو السوليه النهارده بيقدم لوحه كرويه من اللي مش هتتنسي في ماتشات القمه ابدا، يعني كل لما نجيب ماتشات القمه هنقوم جايبين الاسيست بتاع عمرو السوليه ونقوم متكلمين عنه. ايه بقى قصه الكوره اللي سجلها عمرو السوليه ديت؟ عشان حضراتكم تبقوا عارفين، الكوره دي مش بالكعب. الناس كلها بتقول الكوره بالكعب، الكوره دي مش بالكعب. الكوره دي ليها قصه والمهاره دي ليها قصه حلوه قوي ان احنا نقول المعلومه بتاعتها، قصه ترجع لسنه 1948. هاتوها لنا على الشاشه. نعرفكم ايه التكنيك اللي استخدمه عمرو السوليه. اللعبه دي او المهاره دي اسمها مهاره الرابونه. اسمها مهاره الرابونه. الرابونه دي من اصعب الحركات اللي ممكن تتعمل من مهارات كره القدم. من متطلباتها المهاره والخفه والسرعه والتنفيذ والدقه والتوقيت. عشان تبقى مفيدة مش عشان تبقى شكل وبس. يا فرحتي اعملها في نص الملعب، يا فرحتي اعملها يعني في منطقة من المناطق اللي ما فيهاش تهديدات، بس الجميل ان انت يا تجيب بيها جول يا تعمل بيها اسيست. الحركة دي بتحصل لما بيلاعب بيثبت احدى القدمين على الارض وبعدين بيلعب الكرة بالقدم التانية زي ما شفنا التكنيك عمرو السولية من ورا القدم الثابتة. اللي بعد، اصل تسمية الحركة دي يرجع لسنة 1948 لما علقت المجلة الارجنتينية المرموقة على هدف ريكاردو انفانتي لاعب استوديانتس لابلاتا من 35 ياردة من سنة 1948. كتب الصحفي عنوان للمباراة قال لك انفانتي يقوم برابونة والتي تعنى وكان معناها يعني فتى يهرب من المدرسة وهو صغير في العمر، وكان العنوان بيناسب
الوصف لوضعية اللاعب اللي نجح في الهروب من ضغط المدافعين وكأنه شاب متمرد. المعلومة حلوة وقتها يتقال، وقتها حلو، الكرة مش بالكعب يا جماعة، الكرة فيها تكنيك وتكنيك حلو، ومن الماتشات اللي لما ترجع لماتشات القمة هتوقف عندها ومش هتنساها. في الذكرى الخمسين للجول ده سنة 98 انفانتي قال ان الحركة دي لم تحصل على التقدير الكافي في وقتها بسبب التغطية التلفزيونية والإعلامية. الإيطاليين شايفين انه روكاتيلي هو من ابتكر الحركة، إلا أنهم أطلقوا عليها اسم آخر بعد كده، لأنه في سنة 78 حد من اللاعبين مرر الكرة بنفس طريقة إنفانتي لزميله جاكومو تافورا ليسجل هدف لصالح إسكولي في شباك منافسيه أو منافسه مودينا. دي القصة بتاعت مهارة الربونة، وأشهر اللي بينفذوها ونفذوها قبل كده مارادونا ودي ماريا، كريستيانو رونالدو، كواريزما و نيمار دي سيلفا. اتفرج بقى على الشياكة بتاعت الكورة بتاعت عمرو السلمي، حاجة تابلوه يتحكي، وعمرو زي ما يكون ربنا عايز يكافئه على مجهوده الكبير قوي خلال السنين اللي فاتت. مهارة الرابونة، انا عن نفسي المعلومة دي كانت غايبة عني وما كنتش اعرفها، بس عارف ان الكرة دي مش بكعب الرجل، الكرة دي بمشط الرجل او ببوز الرجل المخالفة، سواء هتعملها بيمينك او هتعملها بشمالك، لو انت شمال ممكن تعملها بشمالك، لو انت يعني ايمن تعملها بيمينك. اللعبة دي مشهورة جدا في البلاي ستيشن، لو بتلعب بلاي ستيشن هتلاقي فيه لعيبة كتير بتعملها، منهم ميسي عملها في بيس 2009 بيعمل الحركة دي بشكل مستمر عند المرمى. لو انتوا فاكرين بيس 2009 لو كنتوا بتلعبوها او كنتوا يعني متذكرينها، كان بيعمل الحركة دي في 2009، بيس 2009 ميسي بيعمل الاهداف دي، بيجيب منها اهداف الكرة دي والرابونة دي. احنا بنشكر ابراهيم فايق برغم ان هو زملكاوي، برغم ان هو متعصب، وبرغم ان هو احيانا كتير بيبقى مش يعني محايد في احيانا كتير، بس احنا بنشكره على المعلومه. تعالوا نطلع ونسمع بنشوف بقى رضا عبد العال قال ايه على المهزله والفضيحه اللي كانت في نادي الزمالك والخماسيه اللي لبسها نادي الزمالك. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف رضا قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. ايه رايكم في طارق حامد بقى جماهير الزمالك؟ ماله يا كابتن؟ ده انا اللي بسالك ماله النهارده ولا بصح. اسمع بقى، بص انت قاعد، انت قاعد بتتفرج بتحلل، انا النهارده كل الكور طويله مقطوعه، طويله مقطوعه مقطوعه. ما هو لازم طويله مقطوعه كابتن، ان اللعب غلط نادي الزمالك. لا يا حبيبي، لما كان بيحط الكوره هو نادي الزمالك كان امتى بيلعب بالكور طويله في الفترات اللي فاتت كلها؟ هو النهارده الماتش اللي انا اول مره اشوفه نادي الزمالك بيلعب كوره طويله، واكيد مين بقى اللي بيلعب؟ هو طارق حامد. هو في حد عندك بلاي ميكر؟ لا ايوه، ما انا لسه جاي لك بقى، لسه جاي لك بقى، عشان اللعيبه في لعيبه مناظر ولعيبه بس اقسم بالله اللي يقول لك 15 مليون و17 مليون و20 مليون، وربنا اللي ياخد ال15 وال20 وال30 هو مصطفى فتحي، اللي الناس كانت نقم عليه الماتش اللي فات، وانا قلت الماتش اللي فات يا رجاله الراجل زي ده حطوا الكره في رجله عشان تحسوا بخطورته. النهارده كل كره بيمسكها بيفكرك بميسي، كل كره بيمسكها بيعدي زي مش عارف ايه في الحلاوه، سكينه في الحلاوه، واخد بقى، وهو اللي عامل خطوره، وهو اللي قلب الشكل الشوط الثاني. ازاي انت يا عم كارت رون ما لعبتش اوباما الماتش اللي فات، واخد بالك، وتيجي تلعبه النهارده وتلعبه ال 90 دقيقه؟ ايه رايكم في اوباما يا جماهير نادي الزمالك؟ ايه رايكم في المسلوسي صاحب الفضيحه الكبرى النهارده؟ يعني الجون اللي هو الاولاني محمود علاء ما ضغطش، سيب محمد شريف نزل الخطوتين استلم وعملها ديانج، فين محمود علاء؟ وتربط طبعا هنا التوفيق بقى، تربط في العارضه وترجع تربط في ابو جبل، دي من ابو جبل كده اشي. انا وجهه نظري لا، يعني طبعا فيها توفيق كبير، عشان الناس بس اللي بتقول لك ايه، لا ده ابو جبل يسال عنها ازاي، ده الراجل ضربت وعبال ملف جت فيه ودخل. الجون الثاني ضربة الجزاء علي معلول، يا راجل ما تسيبه يرقصك، يعني هيرقص هتيجي على رجليه اليمين، رجليه اليمين عاجزه، هتقدر تلم نفسك تاني؟ مع نفسه
باع نفسه هو مش فاهم حاجه. وانا قلت الكلام ده لخالد الغندور اول امبارح، انا مش عارف اقول امبارح والله، قلت له ما بيعرفش يلعب، وجماهير الزمالك تقول لك احسن باك رايت ازاي ده هو اللي شايلكم النهارده الخامسه، وقام الجون الثالث قام جاي حاطه محمود علاء، والجون الخامس ضربه الجزاء موت السلية، مع ان هي غلطه طارق حامد في البدايه، لان طبعا السلمة قام جاي حاطه له قصيره، بس انا لازم ابقى لعيب ذكي ما احطش يعني ما احطش قوتي فيها. فطبعا النهارده حاله لعيبه الزمالك لغايه ما مصطفى فتحي نزل، وكان اللقاء بعد جون مصطفى فتحي هيبدا يقلب الجون الرابع جه بتاع نادي الزمالك. طب بتاع نادي الاهلي اين بتاع ديانج؟ اه ده كان خمس دقايق كابتن فرقه وثلاث دقايق. معلش بقى هو ده بقى اللي همد الدنيا، ما انت هتبدا بقى تفوق بقى وهتبدا. ايه اللي اختلف في نادي الزمالك؟ هو بس تغيير مصطفى فتحي بس، ولا شكل الاداء نفسه وطريقه اللعب؟ هل طريقه اللعب اختلفت عن الكرات الطوليه اللي احنا كنا بنشوفها في الشوط الاولاني؟ انت عارف قبل الجون ما كانش في كرات طوليه، كان كره من الرجل للرجل، فعشان كده كان الزمالك لغايه قبل الجون هو افضل من النادي الاهلي. انت قصدك قبل جون الاهلي؟ واخد بالك، انما بعد الجون العشوائيه والتوتر بان، بدليل يعني مثلا في كره هو بعد... في سيستم لعبه كابتن انا ببقى ماشي عليه، حتى لو جه فيا هدف ماشي، بس ده لما بيكون في لعيبه تقيله في الملعب. مفيش لعيبه تقيله في الملعب. كابتن دول اخدوا الدوري يا عم، انت عارف لو ماتش الاهلي والزمالك كان في الست ماتشات اللي هم الاخر الزمالك كان هيخسر الدوري، وانا قلت الكلام ده. انت الزمالك واخد الدوري بالقدره الالهيه، وعشان الظلم اللي الجماهير اتعرض ليه والنادي اتعرض ليه في الفتره اللي فاتت، بس انما ككوره والكلام انت كسبان وادي دجله ازاي وطلع والفرق اللي انت كسبتها في اخر سنه. ككوره الاهلي كان افضل من الزمالك السنه اللي فاتت؟ الاهلي كان افضل بس كان معاه مدرب مش افضل. الاهلي كان يكسب البطوله لو لعب ماتشاته كلها وما فهمش الزمالك، كان لازم يكسبها، كان هيبقى فرق 6 بونت. يعني اللي فرق مع الاهلي ان هو ما لعبش الزمالك يا كابتن؟ اللي فرق مع الزمالك، ما انا فرق الاهلي كان ممكن يعني لو كان لعب الزمالك كان يعني ما هو ما انت شايف اهو الاهلي في النهارده في اسوء حالاته قبل الهدف، وهو الثاني ميت في جلده بره، وبيلعب بثلاثه ديندرات، وفي ليبرو كمان بيسقطوا ليبرو، ده اللي يدل على ايه؟ ان خايف. وماتش الاسماعيلي عملها وماتش البنك الاهلي عملها، بس هي ارزاق، ترجع في الاول وفي الاخر ارزاق. توفيق لعيبه النهارده، توفيق من عند ربنا، وتوفيق لعيبه بعد الهدف فاقوا واداهم الثقه، ضغطوا على الجون الثاني، خدوا ضربه الجزاء الجيم اتفتح. انا بقول لك بقى لو هو مدرب بجد بقى بجد، الشوط الثاني اللي هو نزل ومفروض ان هو كهرب فرقته وفرقته رجعت، طب انت رجعت ليه وانت كسبان 3-0؟ عارف 3-0 في ماتش الاهلي والزمالك ده؟ ده انت لما كنا بنرقص ترقيصه في الماتش كنا بنركب الجيب وبنعمل الفرقه اللي قدامنا كوره ترقيصه مش 3-0. كان مفروض بقى من بدايه الشوط الثاني زي ما بقول لك كده، عمار حمدي انت شوف بيرسي تاو مش فايق، واخد بالك، واحد من نص الملعب يعني شد واحد من الثلاثه خلاص. تغيير قفشه كابتن صح مثلا؟ لا طبعا مش صح، ما انا بقول لك بقى كان احمد عبد القادر مع عمار حمدي مع قفشه مع محمد شريف كل دقيقه هتوصل للجول، بدل ما النتيجه كانت بقت 5 كنت هتكسب مثلا 8-9، لان في الفتره دي الزمالك دخل في قفشه كان يطرد فيها، لازم يطرد فيها، لازم يعني قالب دي كوره يطرد زيزو في كوره عشان تعرف ان هو بره الجيم خالص، دخل في قفشه كان يطرد فيها، لازم يطرد فيها، لازم يعني قالب دي كوره يطرد. بس طبعا محمد عادل نجم المباراه النهارده الاول والاوحد محمد عادل، بس طبعا مش عايز يبوظ الماتش. اذا كان ضربه الجزاء الراجل المسلوسي ده شايط السليه ويمين يحتاجه شو حلقه من العصبيه بقى كابتن موجود، عشان ما فيش تركيز، عشان انت عارف لو في تركيز مش هتتكلم، لان ضربتين جزاء ضربتين جزاء ما فهمتش كلام. اسمع يا كابتن شويه نتكلم على الشكل الفني للنادي الاهلي. مفيش شكل فني، سيبك من الربك وربك يفك. اسمع قول لي انت رحت باربع كور ما فهمش. بص التكمله بتاعت عمرو السوليه، بص الهدف اللي جه بتاع عمرو السوليه، بص كمان ضربه الجزاء اللي كل ده التحرك اجتهادات لعيبه. سيبك ولا تحرك، وربنا واقف بره عمال يشرح لسامه موسى يعني ما بيشرحش. انا عايز اسالك سؤال كده، يعني انت بتقول اجتهادات لعيبه هنا، ولما الزمالك بيكسب بيبقى اجتهادات لعيبه برضو؟ طبعا
اثنين مدربين. يبقى احنا كده جايين جايبين مدربين بياخدوا فلوس ورب الكعبه. اثنين مدربين على باب الله. اسمع بس، ما هو لو مدرب، انا بقول لك اهو كان النهارده فرصه عمره يكسب 8 9 في حاله الزمالك السيئه دي. باماره ال 8 9 ابو سمير ما بعد اللقاء قال لك انا هكسب الزمالك. يا عم سيبك بقى، ما هو بياكل عيش بقى. ده النهارده بعد ضربه الجزاء تحس بقى بالتوتر بتاعه، وتعرف ان هو كان مضغوط لما ضربه الجزاء جت وعلي معلول حطها. بص التعبيراته ويشوف وش ماتش كبير يا كابتن بيلعب الزمالك. يا عم ماشي، ده بطل الدوري وربنا كرمني وجبت اخد منه الدوري وجبت 3 اجوان الشوط الاولاني. انا بقى لو مدرب بجد، هو احمد، هو احمد عبد القادر ده مش احسن لعيب في مصر دلوقتي من السنه اللي فاتت؟ الوحيد اللي بيعمل الاختراقات من العمق، صح ولا غلط؟ وبيلعب الماتش اللي فات هو النهارده ما بيلعبش. عندك عمار حمدي، حط باك قصدي ديفندر في نص الملعب، وحط عمار وحط احمد عبد القادر وجنبيهم قفش، ولعب شريف بس وشوف الدنيا كانت هتعمل ازاي. انما بيرسو تاو النهارده ما جاش، مكسوني ابن موسيماني ما جاش النهارده. فانا اكون انا خسران والامور بالنسبه لي وحشه؟ انا راجل كسبان خمسه ومش كسبان مين؟ الزمالك مش كسبان حد تاني. هقول لك بس طبعا مبروك لفرقه النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي وجماهيره، واخد بالك؟ انما هتقول لي موسيماني طب دخل فيه 3 اجوان ازاي؟ ده انت راجل كسبان خمسه، واخد بالك؟ ومفروض بقى تنزل تتمنظر. وانا سامعك في الانترو بتقول ايه؟ احنا في ماتش السته نزلت انا ووليد صلاح عشان نزود ايه؟ الاهداف. ما فرقه مش شايفه، يعني فرقه خلاص اتذبحت، المفروض اعمل ايه؟ لازم عمار حمدي يلعب، ولازم احمد عبد القادر يلعب، وقفشه ما يخرجش، واخد بالك؟ انما هو عمل تغييرات، طلع بدري بنون وطلع ايمن اشرف ونزل محمد هاني مساك طب يحمد ربنا بقى. ما في اصابه كابتن مثلا دلوقتي؟ ما في اصابات فيه لمين؟ بدر تقريبا كان مصاب. طب يبقى يستنى، يبقى بعد كده ينزل ياسر. لان هو انا بكلمك على ايه؟ انا طلع اثنين قلب الدفاع بتوعي، ما انا برضو عندي لا لا، ونطلع ايمن اشرف. ايمن اشرف استغرب ان هو طلع ليه وهو طالع، واخد بالك؟ انما بدر بنون احنا ما شفناهوش وكان ماشي كويس. يعني حتى لو هو اتصاب، ما عندك ياسر ابراهيم، واخد بالك؟ بلاش. عندك حمدي فتحي، ما هو بيلعب ليبرو من اول الماتش، واخد بالك؟ فانا بقول ايه، هو لغايه الجون الاولاني مفيش تواجد للنادي الاهلي ولا خطوره. عبد العال هجاص ومياع وبتاع كلام وكده، بس انا بتفق معاه في كل كلمه قالها، كل كلمه قالها حتى على موسيماني انا بتفق معاه فيها. هقول لكم على حاجه، طبعا كل الكلام اللي قاله على الزمالك ده يستاهلوا الزمالك والزياده واكتر، والزمالك ما لعبش بقرش وبلونا صراحه الاعلام، ولولا ستر ربنا ولولا الحكام معاه ولولا حاله الجدل اللي كان بيعملها التحكيم والضغط على الحكام اهدى الدوري للزمالك زي ما احنا كلنا عارفين. ولكن موسيماني اضاع فوز تاريخي لنفسه والنادي النادي الاهلي على نادي الزمالك. انت فايز 5-1 وباقي 5 دقايق يجي في الجونين، في اي عرف ده؟ ما يا حبيبي ما تلعبليش على، ما تقفليش. النادي الاهلي بيدافع وبيجي فيه جوال، النادي الاهلي وكله في ال 18 هيجي فيه جوال، لان النادي الاهلي مش متعود يدافع. النادي الاهلي بيعرف يهاجم ما بيعرفش يدافع، قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا. عندنا اخطاء دفاعيه ما ينفعش النادي. هو رجع المباراه تاني بضربه الجزاء الوهميه اللي اتحسبت، ولكن موسيماني اخطا كتير في تبديلات كتيره، في لعيبه كتير كانت واقفه على رجليها ما ينفعش تطلع اخر 5 دقائق، سيبها يا عم في الملعب، اعمل تغييرات ضيع بيها الوقت، ما تعملش تغييرات تبوظ بيها ترتيب ورقك في الملعب. حتى مدحت شلبي قال لك التغييرات الكتيره بعطلت الملعب، انت مش لازم تغير الخمسه يا سيدي. حتى لو انت فايز 10-0، احنا كنا فايزين 5-1 وكل جماهير النادي الاهلي فعلا كانت حاطه ايديها على قلوبها وخايفه انه يدخل جوان، ودخل جوان واتنين. ما ينفعش، هو بيعمل تغييرات هجوميه، وما انت تقابله بتغييرات دفاعيه، قابله بلعيبه تخلص، لعيب مهاري يمسك الكوره ويروح ويجي ويقف على الكوره. ما نزلتش ليه عمار؟ ليه ما نزلتوش؟ راجل موهوب ويا راجل بيعرف يسحب فرقه حتى لو سنه صغير، ما انت مش واخده معاك كده طيش. ما نزلتش ليه يا عبد القادر؟ ليه ما نزلتوش؟ في ناس كتير كان عليها علان، انا فايزين 5 بس انا زعلان بعد المباراه، كان نفسي تنتهي 6-1 و7-1 و8-1، لان النادي الاهلي كان دايس على الزمالك وكان قادر ان هو يخلص المباراه. المهم يعني دي اراده ربنا، والحمد لله ان النادي الاهلي فاز 5، بس احنا كنا عايزين نبقى 5 مذله و6 مذله.
انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه تقرير الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم. ماما.